على الحبيب زيدوا النبي صلى وسمعوني الصلاة على النبي. الطبقات الكبرى لسيدي محي الدين الطعيمي على الصوت المصري تناديكم أيها الصوفيون والمتصوفة. سيدي الحجازي خليك معي بالمدد. شوف طلع انت حظك كله الأولياء يحبوك مولانا انت والفياضين. جمال الدين الساوي قدوة الطائفة المعروفة بالقلندرية. شنو هم القلندرية مولانا؟ في علم مسبوق سيدي الرفاعي الفياضي. من كراماته ما قاله ابن بطوطة في رحلته. مولانا انت قلت ذيك المرة ان ابن بطوطة من المتصوفة صحيح؟ هو اللي سمى مصر ام الدين. الله الرحالة الشهير. ما هو دليلك؟ واحد قال لي اسأل سيد الحجازي ما هو دليله على تصوفه؟ حبه للترحال دليل على التصوف. ومذكور في التراجم من هو من الصوفي. إيه صح. على فكرة القاضي صالح الرفاعي أو القاضي هشام الشاهين حلف قال ابن بطوطة كلام الحجازي صح زار السيد أحمد الرفاعي. الله. إيه والله قالوا لي واحد منهم. المهم من كراماته ما قاله ابن بطوطة أو ابن بطوطة شنو اللي صح في رحلته. من كرامات الشيخ جمال الدين يذكر أنه لما قصد مدينة دمياط لازم مقبرتها سبحان الله اليوم الله يرحمها واحدة مصرية من دمياط عمرها 16 سنة بنية جايينها مصريين يمكن 500 والله الله يرحمها ويرحم السيد بندر السيد رفاعي السيد أحمد رفاعي بن عمنا والجميع. الفاتحة. اسمح معي. آمين. لما قصد مدينة دمياط لازم مقبرتها الله وكان بها قاض يعرف بابن العميد. تعرفه مولانا؟ ابن العميد؟ ايه الحلو هو مولانا انا سمعت انت لك صلة بدمياط عن طريق الاب ام الام عفوا صح لا انت لك علاقة في دمياط درست فيها ولا ولدت فيها؟ لا من بيت مين؟ والنعم الله. وكان بها قاضي يعرف بابن العميد. مولانا على فكرة واحد سألني ليش كل القضاة اغلبهم صوفية؟ الله. ايه من فضل الله. لا والله مصريين كان يجوا اول والد سيد يوسف الرفاعي كثره مصريين. ايوه شكرا بارك الله. اي صح. فقال له انت الشيخ المبتدع. فقال له انت القاضي الجاهل تمر بدوابك بين القبور وتعلم ان حرمه الانسان ميتا كحرمته حيا. فقال له القاضي وأعظم من ذلك حلقك للحيتك. فقال له إياي تعني. وزعق الشيخ ثم رفع رأسه فإذا هو ذو لحية سوداء عظيمة. فعجب القاضي ومن معه ونزل إليه من بعقلته ثم زعق ثانية فإذا هو ذو لحية بيضاء حسنة. ثم زعق ثالثة ورفع رأسه فإذا هو بلا لحية مثلي كهيئته الأولى. فقبل القاضي يده وتتلمذ له وبنى له زاوية حسنة وصحبه أيام ثم مات الشيخ فدفن بزاويتين. سبحان الله. مدد مدد.